How many products do you test per week? نحاول نشرح للدراري كيفاش كنسكيل كيفاش كنحاول نسكيلو السي بي او. اوكي، السي بي او كما كتعرفوا الابديت الجديده راه غتولي السي بي او هي اللي شاده. دونك كيفاش حنا كنسكيلو السي بي او؟ على في درهم تقدر تكفيك تقدر ما تكفيكش، ولكن الى اف يوز جوجل شوبينغ بوسيبل انك تسميتو جوجل شوبينغ از مور شيب. يعني الى بديتي بجوجل شوبينغ في الاول، حيت فيسبوك كطحن فلوس بزاف. دونك جوجل شوبينغ ذا بيست واي فور بيجينرز بالنسبه لي، كتبان لي انا. بالنسبه لي التايم مانجمنت ديالي كان مليون دولار. هاو دو يو فايند وين يور برودكتس؟ اوكي، المهم الدراري نبداو. بالنسبه للدراري اللي عندهم شي لعيبات على الدروب شيبينغ، الدروب شيبينغ الدراري ما تنديرش الايكوم لوكال، ما بقيتش ندير الايكوم لوكال، كنت كندير شي حاجه ديال اي باي. مي السوق راه كيما كتعرفو كيطاب ديجا، ما كيبقاش نفس السوق، ما كيبقاش نفس الاستراتيجي اللي يخدمو، كيبقاو البازيكس هما اللي خدامين صافي. المهم اللي عنده شي لعيبة على الدروب شيبينغ، شوبيفاي، فيسبوك ادز، جوجل شوبينغ، مرحبا. عاد سوي لغة اش لحيت وايدي. ايباي دروب شيبينغ، ايباي دروب شيبينغ هو باش بجيت بالنسبة لسميتو البداية ديالي، كنت بجيت في ايباي دروب شيبينغ في 2016، بداية تاع 2017. وفاش كنت خدام هو من جمعت راس المال تي شيرت بي او دي. بي او دي ما كنخدموش ديما، كنخدمو مرة مرة الا كانت شي تراند مزيان كنخدم عليه. ما كانش شي تراند غالبا انا كنخدم تراند في بي او دي، ما كنخدمش سميتو، ما كنخدمش نيت. How many products do you test per week? بالنسبة لقضية how many products do you test in a week، يعني شحال كان تيست ديال لي بروداكت باش تلقى الوينينغ، ولا شحال كان تيست انايا في كل سيمانة. على حسب واش سميتو، على حسب الا كان ديجا عندي واحد الوينر، يعني ديجا عندي واحد البروداكت وينر، كنكون فوكس اكثر باش نسكيلي داك البروداكت ياك. وهو كنخدم انا جوج ديال الاستراتيجي، عندي بلون ا وبلون بي. بلون ا ديما تيكون في جوجل شوبينغ، وبلون بي هو كنخدم في فيسبوك. يعني البروداكت ريسيرش ديما كيبقى يوميا، تنبقى ندير البروداكت ريسيرش، ولكن كنديرو مع جوجل شوبينغ على حسب الترند تاع لي بروداكت اللي طالعين في الترند. اما بالنسبه لفيسبوك ادز، اذا كان عندي وينر راه كنبقى نفوكسي على الوينر، كنسكيلي فيه حيت هو اللي نقدر انا نهاندلي، فهمتي، انا والتيم ديالي، حيت ما عنديش شي تيم كبيره بزاف اللي تقدر تهاندلي شحال من حاجه. دونك كنحاول انا نشد فيسبوك، كنبقى داك مع داك البروداكت. وبالنسبه لجوجل شوبينغ ديما كنبقى في البروداكت ريسيرش، حيت يوميا كيبانو بروداكت في جوجل شوبينغ. كما كنعرفو جوجل شوبينغ هاي مارجن بروفيت، كاينه مارجن كبيره، ولكن الفوليوم اوف سيل، يعني تيكون الفوليوم ديال السيلز هاوس ماشي بحال فيسبوك. سكيليبيليتي ديالو محدوده في العدد تاع لي سيرش اللي كاين على البرودكتس. دونك غالبا يوميا تنحاول نقلبو على دي برودكت سميتو في جوجل شوبينغ، حيت جوجل شوبينغ اتس اباوت كوانتيتي، فهمتي، بشحال نتاع البرودكتس. دونك كوانتيتي وذ كواليتي، يعني خصك تحط شي حاجه تكون كاليتي وتكون عندك الكوانتيتي بزاف باش تسكيلي مزيان في جوجل شوبينغ. دونك تيستينغ البرودكت كيما قلت لك تيبقى داكشي على حسب. فيسبوك ادز، اوكي، فيسبوك ادز، اي باي ديجيتال، ما كنديرش ديجيتال، وما عمرني خدمت سميتو، عمرني خدمت ديجيتال لحد الان. كنعرف الدراري كيخدمو ديجيتال، مي ما عنديش شي ايدي زعما مزيان على الديجيتال. اي باي، باي بال، بدا اربيتراج، بدا اربيتراج، تست اربيتراج. What are your campaign structure؟ اوكي، بالنسبة للكامبين ستركتور، it depends واش testing ولا scaling. سكيلين سي بي او، اوكي، هادي حاجة مزيانة. نحاول نشرح للدراري كيفاش كنحاول نسكيلو السي بي او. اوكي، السي بي او كما كتعرفوا الابديت الجديدة راه غتولي السي بي او هي اللي شادة. دونك كيفاش حنا كنسكيلو السي بي او؟ بور لانستون انا مازال كنتيستي بالعادي، وكان سميتو كنسكيلي بالسي بي او. دونك سميتو كنتيستي، يعني التيستينغ ما كتحتاجش شي فيديو كبير، كتشوف بروداكت كتعزل لي الفيديو ديالو. كنحاول ندير 7 لي زات، 7 10 لي زات، فهمتي، ما كنحاولش نكثر بزاف ديال لي زات،
حيت اذا كان برودكت خدام راه تيكون خدام مع دوك لي زاد سيتنيك اللي تيكون ما كنسميهم سميتو كنسميهم البروند اند دي انترست، يعني تيكونوا ديجا يعني انت اذا كنتي خدام على داك النيتش شحال هذا كتعرف اللي سميتو لي زانترست اللي هما معروفين في داك النيتش كتبقى خدام عليهم. المهم الا ما عرفتيهمش كتلقى كتحاول تست سميتو كتست لي زانترست ديال لي براند اللي ديال سميتو ديال داك النيتش ولي زانفلونسور ديال داك النيتش اللي هما طالعين سميتو ولا دي يوتيوب ولا شي حاجه بحال هكا. المهم لي زانترس غالبا ما تنجيبهمش اودينس انسايتس، كنجيبهم من جوجل سيرش، كنحاول ندير واحد السيرش على داك النيتش كنعرف لي زانترس اللي طالعين فيه. دونك ابخي ما كندير 7 لي زاد سيت طلع 10 ديال لي زاد سيت كنتست ب $5. دونك $5 بالنسبه للبرودكت، البرودكت على حسب البرايس واش كندير سميتو $5 $10 كتبقى على حسب. الا كان البرودكت البرايس ديالو كيلعب ما بين $10 حتى سميتو حتى 35 بحال هكاك 40 حتى نقدروا نقولوا كاع نطلعوا حتى 65 بوسيبل ان انتست بسميتو $5 ماشي نقدر نتست $5 مي فوق هاد سميتو هذا كنحاول نتست $10 باش تكون واحد. هي $5 خدامه مع كل شيء غير بالنسبه لي درتي برودكت اللي هو طالع في البرايس، يعني خدمتي واحد 100 تيكت ولا هاي تيكت غتيكون مشكل في سميتو غتسنى بزاف. الا درتي ادسيت تاع $5 غادي ياخد لك وقت بزاف، دونك حاول دير ادسيت تاع $10. ابخي فاش كتلقى لي زادسيت اللي هما خدامين يعني كتعز لهم كتحاول كيما كنقولوا بالنسبه سكيلينغ انا ما كنحاولش نسكيلي فاست، فاش كتسكيلي فاست تقدر تخسر لك الاوبتيميزاسيون ولا شي حاجه. كنحاول الادسيت او مينيموم تكون جايبه واحد 5 ديال البرتشيسز طلع 10، دونك كتجيب واحد كونستانت لي سيلز عندها واحد الفوليوم تاع المبيعات اللي هو كونستون، فهمتي يعني يوميا كتجيب لك البيرتشيسز ديك المده تاع 3 ايام ولا 5 ايام يوميا كتجيب لك البيرتشيسز، يعني كاين البيرتشيسز طالعين فيها 5 ولا سميتو الا كانت اقل من 5 ما كنحاولش نسكيلي حيت تقدر يكون بيرتشيس يقدر يكون ما كتكونش ستابل، يعني كتكون مازال الفيسبوك البيكسل مازال كيتوبتيميزا كما كتعرفوا البيكسل خصوصا اذا كان جديد فاش كتلوحوا في واحد الانترست اللي هي كبيره. غالبا الانترست الفوليوم ديالها كيحاول يكون بين 500 الف حتى لخمسة المليون في الاودينس سايز ديالها. المهم بعد ما كنلقاو دوك لي زانتيريست اللي هما خدامين درت بقات لها حتى 4. دونك من تما فاش كنديرو كنديبليكيتيو دوك لي زانتيريست اللي خدامين كنديبليكيتيهم في نيو كامبين اللي هي سي بي او، كنحاولو نتستو في كنلوحو على $100 بحال هكا $100 بوسيبل سميتو دير $100 150. دونك في الاول ما كنحاولش نفوت 150 فباش نعرف واش الايت اوبتيميزا ولا لا. تقدر ديبليكيتيهم على مره واحده، تقدر ديبليكيتيهم على جوج مرات، يعني كل ادس كيفاش كتوبتيميزا يعني كيتوبتيميزا واش نفس سميتو في نفس بحال كنقولوا السونس، فهمتي كل واحده كيفاش كتوبتيميزا. يعني تقدر تكون سيم انترست خدام ليك مزيان كيجيب لك 7 تلاسال 5 تلاسال في المهم، تقدر سميتو تقدر ديبليكيتي ما يجيب لك والو. دونك مره مره تلقاو شي كامبين تكونوا فيها سميتو اللي كنت تكونوا فيها تيكون فيها دي زانتيريست قلال اللي خدامين. دونك فاش كنلقى فاش كنكون تيست 7 ولا 10 وخدموا لي غير 3 كنحاول ديك 3 نديبليكيتيهم جوج مرات في ديك نيو كامبين سي بي او، كنسيطابي واحد البيدجي تاع 150 100 بحال هكا. ومن بعد غادي فاش كتشوف الكامبين الاخرى مزيانه كتحاول عاوتاني سميتو كتحاول عاوتاني ديبليكيتي عاوتاني نيو كامبين سي بي او طلع البيدجي، فهمتي كتعاود طلع البيدجي سميتو. غير هو السي بي او كامبين ما تفوت فيهاش $1000 $1000 كيكون اوبتيميزاسيون شويه يعني ديالها من بعد فاش كتطلع البيجي في السي بي او. المهم هكا بالنسبه للسي بي او. ابخي هذيك الساعه كتحاول تلقى ديزانتيريست واحد اخرين كدير كامبين جداد عاوتاني كتست ديزانتيريست واحد اخرين هكا غادي انت كتلارج يعني كتسكيلي اوريزونتال وفيرتيكال في نفس الوقت، يعني كتلقى ديزانتيريست واحد اخرين وفي نفس الوقت كتسكيلي سميتو اوريزونتال باش تطلع تجيب سيلز اكثر، وفي سيم تايم عاوتاني كتستي سميتو كتستي كرياتيف جداد، يعني كدير كرياتيف جداد عاوتاني حيت كيكون كل كرياتيف كيفاش سميتو كيفاش كتجيب لك سميتو الريفن ديالك لا تكون فيها سي تي ار تاعك لا يكون عارض على حسب فهمتي كل وحده كيفاش كيكون الريزولتا ديالها. بيودي من اهل الفيديو او صوره في الاعلان. اوكي بالنسبه للتيشيرتس بالنسبة للبيو دي انا كنفضل الايماج، فهمتي التيشيرتس غالبا ولا هوديز غالبا كنخدمهم بايماج، ايماج راه خدامين مزيان فيها بصحة الحسنة الله خير يا حسنة. اوكي
اي باي سسبنشن متصوفد اي باي كما قلت لك شي سميتو شي عامين هادي ما خصش اي باي دونك نو ايديا من بعد اش واقع سترايب اوكي بالنسبة للبيمنت بروفايدرز راه مشكل عندنا كاملين يعني انا غير هاد السيمانة هادي تقريبا سدوا لي جوج تاع سترايبات دونك سترايب سميتو سترايب فيها هاد المشكلة هادي تاع السدان يمكن لك تخدم بواحد الميثود اللي تنديرها بيرسونيلمون وهي خدامه وما خداماش بوسيبل تخدم ولا لا سكو انا كتحاول تلي داك السترايب اللي انت خدام به بشي فانل اللي كيلوكي شويه براندد فهمتي كيبان براندد وتلي داك الاي بي اي ديالو مع سميتو مع الستور هو تيطول شويه لكن غالبا غيتسدي الا ما كانش ستور ديالك حيت سترايب دو نوت اول دروب شيبينغ حاول تلعب على ستور ديالك التيم ديالك كوستيمايزي مزيان الا كوستيمايزيتي التيم ديالك وكان نيتش ستور ولا وان برودكت ستور يقدر يطول معاك سترايب ويقدر كان عارف دري كيكون عنده كيطول معاهم سترايب حتى العام مع موس وباقي خدامين به لحد الان دونك سترايب المشكل ديالو زعما شي سوليسيون اللي تقدر تخدم بها ديما ما كايناش لحد الان مليون دولار how do you find winning products okay بالنسبة للبرودكت ريسيرش الميثود باش خدام كاين بزاف ديال الميثود يعني ما كاينش غير ميثود وحده حيت اكشلي اش الحاجه اللي محتاج ليها انت اكثر ماشي البرودكت يو نيد ذا ايديا فهمتي راك خدام على سميتو راك خدام على الايديا اللي كتسولف داك البروبليم داك اللي كتريزولف داك البروبليم تقدر تجيب السيمينار ديالو تقدر تجيبو هو نيت وتستيه دونك التيست راه ما بين 10 ديال البرودكت يقدر تلقى وينر يقدر تلقى ما بين 10 تاع البرودكت تيستيون تلقى سبعة لي وينر خمسة لي وينر وقدرت تيستي 10 20 ويطلع لك غير واحد ولا جوج دونك كيب تيستينغ برودكت اللي كيبان لك بانه ماشي افاليبل في الجنرال ستورز يعني ما تلقاهش في والمارت ولا يخرج على برا وغادي يلقى برودكت كاين دونك هذا برودكت ما يقدر يقول انا غادي نخرج على برا وغادي نشري البرودكت هذا دونك برودكت ما كاينش ستور سولف بروبلم كيعالج شي مشكله ولا سيف ماني تي سميتو تي كيب يعني كي هي سيف ماني والحاجه الاخرى سيف تايم يقدر يكون تي سيف تايم تا هو ما دون برودكتس اللي يقدر كتبان فيهم بلي راه وينه دونك كتستيهم وتقدر يبان لك تقدر تسباي على شي حد يبان لك في الفيد حيت من سميتو لي ميثود اللي كان يزيهم تما هو فيسبوك فيد كتلقى كتسوشي غير بالفيد كيبان لك دي وينينغ كتحاول تيوزي واحد الفيسبوك في بي ان وسميتو وتنشط البيكسل بين اللي راك سميتو انجيج شوبر يعني تحاول ديما تكليكي على الادس وتدخل دير اد تو كارتس وتبرشيس سميتو تاديت ال اتش تي ام ال وطلع البرشيس دونك كيفاش كتولي انجيج شوبر تيولي يطلعوا لك بزاف سيميلر تاع دوك الادس اللي انت اللي صحابك فيسبوك شريتي منهم دونك فاش كيطلع لك سيمر كتبان لك دي وينر يعني فاش كتمشي كتشوف الاناليتيكس ديال داك البرودكت تقدر تشد ديك البيج ديال الاد لايبراري وتبان لك مسكين ليا داك البرودكت مزيان تقدر تيستي انت وما يخدمليش سو الى بان لك البرودكت خدام مزيان دونك مولاه مسكين ليه مزيان حاول تيستي باكثر من اد اكونت تقدر دير لي جوج ديال اد اكونت ديال اد اكونت وكل واحد كيفاش غادي يتوبتيميز دونك هادو من لي ميثود اللي كان يوزي في سميتو في برودكت ريسيرش بالنسبة لجوجل شوبينج بيست واي في برودكت ريسيرش تاع جوجل شوبينج هو امازون وتليوز الاكستنشن تاع اليونيكورن سماش وتقلب وراه غيبان لك البرودكت اللي يعطيك الاستيميت سيلز تاعهم في الماونت الا كانوا تيديروا اكثر من واحد 100 كا ديال السيلز دونك تيستحقوا انك سميتو تيستيهم ولا كتاخد البرودكت كيبان لك راه جاي مزيان الاستيميت كتاخد الكي ووردز ديالو كتسيرشي عليهم في الاناليتيكس جوجل اناليتيكس الا بان لك راه غادي في الترند طالع دونك حاول تيستيه في جوجل شوبينغ بان لك العام كامل هو تيطلع تيهبط هو يقدر يكون غير تيجي بوستنس سيلز على طول العام دونك تا هو كيستحق التيست تا هو كان ستارت شوبيفاي with 7000 7000 درهم Can I start Shopify ب 7000 درهم؟ Yes, you can start Shopify. ما نعطيكش غارانتي بلي غادي بلي سميتو بلي غادي تنجح في Shopify. دونك داكشي تيبقى على حسب امتى غادي تلقى الوينر و كتحط واحد ستاندرد تاع الكامبين الى ما جابش يعني كتحاول تصرف قل باش تلقى الوينر يعني كيبان لك بلي راه ما كاينش سميتو ما كاينش بوتونسيال في برودكت كول يعني الى ما جاب لك واحد سميتو واحد ستاندرد تاع السي بي ام والسي بي سي
اذا كان سي بي سي فوق سميتو فايت 3 دولار ولا 2 دولار دونك كيل دي اد سيت. حاول النهار الاول يبالك البرودكت واش خدام ولا حيت الريل وينر راه تيبان النهار الاول بوسيبل يبان النهار الاول دونك 7000 درهم تقدر تكفيك تقدر ما تكفيكش. ولكن الى اف يوز جوجل شوبينج بوسيبل انك تسميتو جوجل شوبينج از مور شيب. يعني الى بديتي بجوجل شوبينج في الاول حيت فيسبوك كطحن فلوس بزاف. دونك جوجل شوبينج ذا بيست واي فور بيجينرز بالنسبه لي كتبان لي انا. او تو اوبن ان اكونت سترايب. اوكي قضيه سترايب راه ديما تيدوي على الدراري. سترايب تقدر يكون عندك واحد البروفايل على برا شي واحد من العائله ديالك على برا سبليون ولا فرنسا يو كي يونايتد ستيت يمكن لك تكري البروفايل ديالو ولا يمكن لك تكري ال تي دي. دونك ال تي دي راه كاين شحال من سورس كيكري ال تي دي ولا كاينه لانشيز كتكري عندهم سميتو الاكونت هما كيحلوا لك سترايب باي بال. ولكن واخا هكاك نو غارانتيز بلي داك سترايب راه غادي يطول. لي تكنيك باش تحافظ على الكلاينتس. اوكي بالنسبه للكلاينتس اللي تيكون عندك في سميتو في ستور ديالك يعني يكون عندك واحد ستور اللي انت معول انك تبقى شاد بيه دونك ما كاينش ديك القضيه تاع ضرب وسير. غالبا الكلاينتس الى سميتو انا بغيت نخدم عليهم مزيان كنخدم عليهم في نيتش ستور جنرال ستور كليك تخدم عليهم ولكن كل واحد له انترست ديالو. دونك نيتش ستور فاش كتكون عندك واحد الداتا الكلاينت اللي بغيتيهم ديما تبقى لهم في الميموري ديالهم حاول الايميل ماركتينغ ولا اس ام اس ماركتينغ كل سيمانه حاول تسند ايميل ولا اس ام اس بلوز اوفر ولا ديسكاونت بحال هكا. جوجل ادز اوكي كويشن اون اكونت بيبليسيتي بلوكي سوف جيتيليزي لو ميم كارت سي اون اوتر كونت بيبليسيتي. اوكي الى تسد لك الاكونت واش البيمنت واش البيمنت البيمنت ميثود اللي يوزيتي غادي تبانا 50% 50% لا على حسب سميتو الريزنس علاش تسد لك الاكونت بوسيبلي. الى انت غاتيستي عادي غادي تحاول تحل الاكونت واحد اخر جديد تاع فيسبوك ادز الى فهمتي الى بالك راسك كليتي الكارد تبانا دونك حيد اول حاجه. من بعد ما يبان لك الكارد طبانات حاول تبدل تشونجي الماك ادريس ديال البيس ديالك وتعاود عاوتاني تليها الا بان لك طبانات عرف واش المشكل من الكارد. دونك سو استعمل باي بال احسن عندي يا كولي فيرست تو سبند في باي نو ايديا انا ويش الحين اسمو الفلوس دوك سكان سي او دي كاش اون ديليفري كما قلت لكم الدراري دوز اكسبيريونس فات استفاده في كاش اون ديليفري درت كاش اون ديليفري مي ما طلعش كيما بغيتو دونك رجعت للدروب شيبينغ وباقي في الدروب شيبينغ. ليميت باي بال ديجيتال اوكي كما كنقول لكم الدراري تاع الديجيتال تيتليميت عليهم بزاف باي بال دونك نو ايديا بلان ديال صحاب الديجيتال كيفاش كتنظم الوقت ديالك. اوكي بالنسبه للتايم مانجمنت على حسب التايم مانجمنت اش نقول لك تايم مانجمنت يبقى على حسب البروغرام ديالك كي داير واش انت خدام واش انت كتقرا. بالنسبه لي التايم مانجمنت ديالي كنحاول ندير واحد الساكريفايس اوكي كنحاول نضحي بشحال من حاجه من النعاس من المدرسه براسها فهمتي يعني هو واحد كيقرا بحالي سكرا كنت بارطاجيت واحد الورقه ديال الغياب ديالي فيها شي كدا 50 ساعه ديال الغياب. دونك انا ما تنصحكش دير بحال هكا ما كنصحكش دير بحال هكا يعني تغيب انت ولا شي حاجه بحال هكا. التايم مانجمنت خصك تضحي بحال من حاجه خصك تضحي بالوقت تاع الخريج يعني فاش كتجي الوقت ديال الناس دونك باش يقد داك الوقت انت كتجير واحد التيم كتسكيلي واحد البيزنس دونك خصك وقت داك الوقت غتنظمو على حسب انت واش قاري البروغرام ديال القرايه ديالك ولا ديال الخدمه ديالك معاش كتخرج معاش كتدخل دونك انت الوحيد اللي يقدر يمانجي الوقت ديالك ما كاينش شي واحد غيعطيك كيفاش تمانجي الوقت ديالك من غيرك نتايا. دونك حاول تشوف البروغرام ديالك ومانج الوقت ديالك كيما بغيتي نتا العقاد. اوكي ووكوميرس اوكي نو ايديا ابوت ووكوميرس ما عمرني خدمت في ووكوميرس نهار بديت الاي كوميرس وانا خدام بشوبيفاي شحال عندي في التيم نو نيد ما كاينلاش. الرابعة فمرات كيتسد ليا كونت بسبب سيسبند باقي ما درنا والو خرج لينا من جنب سيسبند. اوكي بالنسبة للدري تيقولو سيسبند تاع ايباي انا كنت شحال هادي كنت كندور عادي كيطلقوا لي الاكونت من سيسبند دونك الدراري اش كيديروا دابا غالبا ما تيشريو الاكونت يعني فاش كتشري اكونت راه
تقدر يكون دايز من سيسبوند تخدم مع تقدر حاول غير في حالة كنت كتخدم ديجيتال على وعي السدان عندي حاجة عادية دريجال ديجيتال كلهم تلقاهم ديجا حاطين الباك اب ديال السدان دونك السدان حاجة عادية. اوكي سي بي او اوكي يلا 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 شرحت سي بي او تقدر دوس على اللايف ترجع شوية الله غالب عليك. وينينغ ريسيرش كيما كليك برودكت ريسيرش بيست ميثود هي الفيسبوك فيد. فيسبوك فيد يكون انجيجد شوبر بالبيهيفيرز ديالك في فيسبوك راه غادي يطلع لك ليزات سيميلر ديال الدروب شيبينغ. ولا يوزي سميتو يوزي السباي تولز بحال اد سباي كتعطيك ليزات ديال تكريا وانت تكريا وانت كتفلتري على حسب ديك الساعه البلاتفورم شوبيفاي ولا شي حاجه بحال هكا. سيف اوكي ولا سيفت. واش جوجل شوبينغ سيت؟ لا جوجل شوبينغ داير بحال هو ماشي بحال فيسبوك ادز هو تقريبا هو حتى هو ديال الادفيرتايزينغ غير هو تيبقى مليميت في العدد ديال السيرش على داك الكيورد اللي انت خدام عليه داك البروداكت دونك تيبقى مليميت في ديك الاودينس اللي كتقرب على البروداكت ماشي بحال يعني تيكون فيه هو الكونفرشن ريت طالع فيه حيت ديجا الكلاينت جاي عنده ريزن انه يشري دونك جاي باش يشري ما جايش باش يعني ما كيسكروليش غادي في فيسبوك بحال هكا بنت لي اد خصك تقنعو باش تشري لا هو ده جاي كيقلب على البرودكت او يقدر يكون شافو في ال... يقدر يكون برودكت ترند في فيسبوك تقدر انت تشدو من فيسبوك تخدم عليه جوجل شوبينغ حيت كاينين الناس اللي كيشوفوا برودكت في سميتو كيشوفوا برودكت في فيسبوك كيمشيو كيديروا عليه سيرش في جوجل دونك غطلع عليهم انت في جوجل شوبينغ في السيرش الفوق تيكون واحد الا درتي لا حاولتي تسيرشي دابا بشي في بي ان واحد اخر من غير ديال المغرب حيت باقي ما كاينش فيه لي زات ديال جوجل شوبينغ غيبان لك حاول دير اي برودكت غيبان لك دي زونغلي الفوق ديال لي البرودكت اللي كتسيرشي عليه انت دونك بوسيبل تكون خدام فيسبوك وفي سيم تايم خدام مع جوجل في داك البرودكت اللي انت براند يعني الا كان شي برودكت براند كنحاول نخدمو ليه فيسبوك وجوجل.